بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد أيها الأخوة، وبعد التأكيد على أن الأخذ بالأسباب الصحيحة لا ينافي التوكل على الله، وأن هذا قد بين أيها الأخوة في المقام السابق، لكن هنا تنبيهات. الأمر الذي ينبه عليه أيها الأخوة أن بعض الناس وفي ظل خوفهم من بعض البلاءات والأوبئة قد يتعلقون بأمور توقعهم في الشرك، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عكيم الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق شيئا وكل إليه. والحديث خرجه الترمذي وغيره وهو صحيح، وهذا الحديث يدفعنا إلى أن نتبصر وألا نتعلق إلا بالله جل شأنه، ثم بعد ذلك نأخذ بالأسباب الصحيحة، إما أن تكون أسبابا شرعية من أدعية وحروج ونحو ذلك، أو تكون أسبابا جعلها الله أسبابا صحيحة قدرية كونية معروفة مجربة، لا من باب التعلق المحض أو الخرافات أو اتباع الكهان والسحرة والدجالين والمشعوذين والمشركين. ولاحظ في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من تعلق شيئا وكل إليه، وهذا الشيء غير الله مخلوق أيا كان، مخلوقا عاقلا أم مخلوقا غير عاقل، لا ينفعه ولا يضره، فإذا وكل إليه فقد هلك والعياذ بالله. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه الإمام أحمد والطبراني بسند ثابت من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي الرواية الأخرى عند أحمد: من تعلق تميمة فقد أشرك. لاحظ تميمة، التميم هي ما يعلقه الناس من خيوط ونحو ذلك ويعتقدون فيها الحروز، وهي ليست بصحيحة، وإنما هي مجرد تعلقات بأشياء. فلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليه قال: فلا أتم الله له. والتميمة يسمونها، يسمون هذا الذي يعلق أو يربط على الجسم أو على السيارة أو على الطفل أو على المركوب أو على الدابة أو على المال أو أي شيء يخاف عليه، يريدون من ذلك أن يتم أمره، أن يتم أمره وألا ينتقص وأن يحفظ. لاحظ دعوة النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا تعلق بهذه أو علقها قال: فلا أتم الله له. دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام حرية أن تستجاب في حق المعرض عن هذا الأمر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه. والودعة الأصل أنها صدفة، شيء يخرج من البحر لكن يعلقونه، يعتقدون أنه يجلب الدعاء والراحة ويستودعون أنفسهم فيه ونحو ذلك، وهذا فيه شرك يتعلق بغير الله. وإذا جاءت الرواية الأخرى عند أحمد: من تعلق تميمة فقد أشرك والعياذ بالله. رأى حذيفة رضي الله تعالى عنه رجلا في يده خيط من الحمى، يعني لأجل أنها تنفع للحمى، مرض وما أشبه هذا من وجه بما نحن فيه من بلاء، لأنه قد يتعلق بعض الناس يرجعون إلى هذه الخرافات وهذا الدجل، يعلقون أمورا زعما منهم أنها تدفع مثل هذه الأوبئة من كورونا ونحوها. لما رأى حذيفة رضي الله تعالى عنه هذا الرجل وفي يده خيط من الحمى قطعه رضي الله تعالى عنه، وتلا قول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني يستدل بهذا بهذه الآية على هذا الفعل، يعني أنه يدخل في الشرك، وهذه عادة عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم عند السلف أنه قد يستدل بآيات في الشرك الأكبر على أمور من الشرك الأصغر، وحتى الشرك الأصغر ليس بهين، لكن باعتبار بنسبته إلى الشرك الأكبر المخرج عن الملة
الشرك الأصغر يكون أدنى منه، وإلا فهو أكبر من الكبائر والعياذ بالله. وفي حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه الذي خرجه الإمام أحمد بسند لا بأس به، وجود إسناده ابن باز رحمه الله وإن ضعفه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، يعني مثل الإسوارة حلقة توضع من صفر من نحاس نحو ذلك، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، يعني لأجل الواهنة، الواهنة مرض يصيب اليد يضعفها يوهنها، قال من الواهنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وهذا الحديث وإن ضعفه بعض أهل العلم لكن جود إسناده شيخنا ابن باز رحمه الله، وعلى كل حال له ما يعضده ويشهد له من النهي عن تعليق مثل هذه الأمور وأنها تدخل الإنسان الشرك. بقي أيها الإخوة أن يوضح أمر، وهو أن التعلق بالأسباب واعتقاد أنها بمجردها نافعة، هذا والعياذ بالله شرك في الربوبية، شرك والعياذ بالله، شرك أكبر. لكن من أخذ بالأسباب وهي أسباب غير صحيحة، ليست أسبابا شرعية مأذونا فيها ومأمورا بها، وليست أسبابا طبيعية تعاطها الناس وجربوها وعرفوها وجعلها الله سنة وجعلها من سنن الكون وعرفت، وإنما يتخبط بمثل هذه الأمور التي يعتقدون فيها أمورا غيبية ولم يعرف الناس تجربة لها، تجربة صحيحة قائمة على برهان وعلم وتجربة، لا مجرد ظنون وأوهام، لأن هذا الباب هو الباب الخطر في التعلق بغير الله. إذن السبب إما أن يكون سببا شرعيا من الأدعية والحروج والقيام بالفرائض ونحو ذلك، هذه أسباب شرعية، أو أسباب طبيعية صحيحة جعلها الله بالكون، فالنار سبب للإحراق، وتعاطي بعض الأدوية النافعة المجربة هذا سبب، لكن أن يعلق الإنسان يربط يده بخيط أو يعلق حلقة ويقول هذه تنفع من كذا وكذا وكذا، فهذا باب يدخل الإنسان الشرك والعياذ بالله، إما أن يكون مشركا شركا أكبر إذا اعتقد أنها تؤثر بذاتها ولم يعرف لها شيء مجرب حقيقي علمي، وإنما هي من باب الاعتقادات، وهذا اعتقاد باطل والعياذ بالله يدخل الإنسان في الشرك. وأما إن اعتقد أنها تنفع وهي لا تنفع لا في الشرع، لم يأتي في الشرع خبر ولا أمر بها ولا إذن بها ولم يعرف لها تجربة صحيحة، فما بقي إلا هذا الباب، باب الظنون والتخرص الذي يدخل الإنسان إلى هذا الشرك والعياذ بالله. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، اللهم صل على محمد، والحمد لله رب العالمين.